السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله أنا بقدم موضوع وخدمة جديدة. طبعا هو الموضوع تم مناقشته كتير جدا، ويعني تعرض ليه ناس كتير جدا، ولكن احنا اليوم بننفذه على مايكروسوفت اكسس، لأن في ناس كتير جدا شغالة عليه، وفي برامج خاصة بيها موجودة اوريدي على البرنامج مايكروسوفت اكسس، وتحتاج فقط ان هي تعمل تحديث لاضافة موضوع الكيو ار كود. بالمناسبة الكيو ار كود هو رمز بيحمل بيانات. الكيو ار كود بنحتاجه دلوقتي ايه في الفاتورة، او بنحتاجه ليه في الفاتورة؟ هو بيكون بيحتوي على 5 معلومات رئيسية، اهمها اسم الشركة، الفات ريجستريشن او الرقم الضريبي، كذلك وقت وتاريخ الفاتورة، كذلك إجمالي الفاتورة وإجمالي الضريبة. تمام. فلو هنشوف في مثلا في المملكة العربية السعودية عندنا في تطبيق خاص بهيئة الزكاة والدخل لفحص الكيو ار كود، ما إذا كان متوافق مع هيئة الزكاة والدخل ولا لأ. وده طبعا احنا كمستخدمين او كمبرمجين بنستخدمه بحيث نفحص الكيو ار كود اللي تم انشاؤه هل كان سليم وهل مقبول ولا لا. فطبعا احنا دلوقتي هنجرب نعمل كيو ار كود مع بعض، كذلك هنفحصه بالبرنامج بحيث نتأكد هل البيانات بتظهر بشكل سليم ولا لا، ونشوف الموضوع بيمشي ازاي. طبعا احنا هنا على الشمال عندنا النموذج ده او البرنامج ده على مايكروسوفت اكسس. تمام. فانا هكتب بس بيانات، طبعا البيانات ممكن اكتبها باللغة العربية وباللغة الانجليزية. في بعض الكيو ار كود لا تدعم اللغة العربية، وبالتالي لما بتيجي تفحص على البرنامج الخاص بهيئة الزكاة والدخل بيكون الاسم ظاهر مش مظبوط او بيكون فيه مشاكل، لكن هنا الحمد لله تم التغلب على مشكلة اللغة العربية والبرنامج بيعمل بشكل جيد. فعلى سبيل المثال ممكن نكتب مثلا مؤسسة عبد الله محمد مثلا على سبيل المثال. الرقم الضريبي عادة بيكون 15 رقم، بيبدأ برقم 3 وينتهي برقم 3. ممكن نكتب أي رقم مثلا 3 كده، 15 رقم. إجمالي الفاتورة مثلا 1000 جنيه، وبضغط على كيو ار كود. تمام. طبعا الكيو ار كود ظهر معايا في البرنامج، وكذلك انا هنا فاتح فولدر خاص بالبرنامج بتاعي بقدر ان انا احفظ فيه الكيو ار كود، على اعتبار ان انا ممكن استخدمه بعد كده في اي حاجة تانية. ممكن ان انت تطلب مني مثلا تحويل البيانات لكيو ار كود وانا ابعت لك الصورة بتاعتها، دي حاجة. حاجة تانية ممكن ان احنا ندمج الكيو ار كود تول اللي احنا اشتغلنا عليها دلوقتي دي في البرنامج الخاص بيك عندك. فتعالوا مثلا دلوقتي نفحص الكيو ار كود بالكاميرا باستخدام الموبايل. طبعا احنا التطبيق مفتوح دلوقتي زي ما احنا شايفين، فانا هشغل الكاميرا. تمام. طبعا احنا هنا البيانات بتاعتنا واضحة. تمام. ظهر لي اسم البائع مؤسسة عبد الله محمد، الرقم الضريبي طبعا انا كتبت اي رقم ولكن هو قرا الرقم المكتوب بالفعل. تمام. فمفيش اي مشكلة لو الرقم صحيح هيكون تمام. كذلك الوقت والتاريخ، كذلك مبلغ الفاتورة و قيمة الضريبة. وفي البداية خالص أول ما بفتح الكاميرا بيقول لي إن هو متوافق، ولكن بشكل غير كامل بسبب الرقم الضريبي. أنا كاتب رقم ضريبي عشوائي يعني غير مسجل بالفعل. ده الموضوع ببساطة، وبيانات التواصل وكيفية الحصول على الخدمة متوفرة. بالتوفيق إن شاء الله للجميع، وأشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.